I am Dina Mohammed. Welcome to my channel. Today we're going to talk about verbs. النهاردة هنتكلم عن الأفعال ودي تعتبر الحلقة رقم 8 في سلسلة القواعد. وفي القواعد تحديداً لازم أنصح إنه نمشي بالترتيب في الفيديوهات علشان نفهم الآلية ولأنه إن شاء الله هيكون في خطة منظمة لدراسة القواعد من الصفر إلى حد الاحتراف. Let's go! في الحقيقة احنا ممكن نقسم الأفعال بأكتر من طريقة، تعالوا نتعرف عليهم على السريع وبعدين هنشرح الفرق بينهم بالتفصيل. أول تقسيمة معانا هي state verbs يعني أفعال خبرية و action verbs اللي هي أفعال فعلية أو أفعال حركية. الstate verbs دي هي اللي بستخدمها لوصف الحالة أو إعطاء معلومة أو خبر عن الجملة، أما الأكشن فيربز فهو الفعل اللي بيدل على الحركة أو الفعل في الجملة. The second one. التقسيمة الثانية هي main verbs versus helping verbs يعني الأفعال الأساسية أو الأفعال المساعدة. الأفعال الأساسية هو الفعل الأساسي أو الأصلي أو أهم فعل في الجملة، أما الأفعال المساعدة فدي اسمها helping verbs أو auxiliary verbs ودي اللي بستخدمها عشان أساعد الفعل الأساسي باستخدامها. Number 3 regular verbs ودي الأفعال النظامية وعكسها irregular verbs يعني الأفعال الغير نظامية أو الأفعال الشاذة. Number 4 transitive verbs ودي الأفعال المتعدية وهنعرف بعدين إن شاء الله بالتفصيل يعني إيه متعدية، وعكسها intransitive verbs اللي هي الأفعال الغير متعدية. Let's start with the state verbs and action verbs. هنبدأ دلوقتي بالأفعال الخبرية والأفعال الحركية أو الفعلية. Let's go. خلونا نبدأ بالتقسيمة الأولى وهي تقسيمة state verbs والaction verbs. زي ما قلنا state verbs يعني أفعال خبرية بتديني خبر أو معلومة عن الجملة، عشان كده بسميها state verbs أو أفعال خبرية. أما الaction verbs فهي الأفعال اللي بتدل على الفعل أو الحركة في الجملة. Let's start with action verbs. خلونا نبدأ الأول بأفعال الحركة. أفعال الحركة هي اللي بتدل على فعل سواء كان الفعل ده جسدي أو عقلي. In English, they express physical or mental actions. Let's see these examples. أول مثال معايا هو الفعل play. Play. Play عارفين يعني يلعب. هو طبعاً action verb لأنه بيدل على حركة. زي لما أقول الجملة دي. They play in the garden. They play in the garden. المثال الثاني. Run. Run. He is running. Run here is an action verb. دلوقتي ننتقل للstate verbs وقلنا إن هي الأفعال الخبرية يعني بتوصف الحالة أو بتوصف الموقف. In English, they express states and not actions. Not actions. Let's see these examples. الفعل have. Have يعني يمتلك. لكن مش مفيش فيه أي حركة. لما باجي أقول for example I have a car ده بيديني معلومة أو خبر إني أنا أمتلك سيارة، فhave هنا بمعنى يمتلك. So it's a state verb فعل خبري. Another example كلمة أو فعل feel. Feel يعني يشعر، فلما أقول for example I feel happy I feel happy أنا أشعر بالسعادة، فكده أنا بدي معلومة أو بدي خبر، عشان كده الفعل feel هو state verb. السؤال دلوقتي هو ليه مهم أني أعرف الفرق بين action verbs and state verbs؟ In English, why is it important to know the difference between state verbs and action verbs؟ والإجابة بكل بساطة إنه في اللغة الإنجليزية في قاعدة بتقول إنه الـ state verbs اللي هي الأفعال الخبرية مش ممكن أبداً ييجوا في صيغة الـ ing، يعني ما ينفعش أجيب state verb وأحط معاه ing. In English, we need to know the difference because state verbs cannot be used in ing form but action verbs can.
Let's see some examples. The first example, المثال الأول. هتكون الجملة صحيحة 100% لو قلت I have a large family. I have a large family. أنا أمتلك عائلة كبيرة. ولكن غلط جدا إني أقول I am having a large family. Why? Because have is a state verb. لأنه الفعل have هو فعل خبري. وزي ما قلنا القاعدة بتقول إن الأفعال الخبرية ما ينفعش يجي معها ing. على عكس المثال اللي تحت. The boys play every day. نركز مع الفعل play is an action verb. هو فعل حركي. ولذلك أقدر أقول The boys play every day. وكمان أقدر أقول The boys are playing now. Are playing. قدرت أحط مع الفعل ing هنا لأنه هو It's an action verb and not a state verb. Thanks for watching and see you next time with a new video. أشوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله. وما تنسوش هتلاقوا كل الفيديوهات مرتبة في قوائم تشغيل على القناة بشكل منظم ومرتب. You can share this video with your friends who are interested in learning English at home. تقدروا تشاركوا الفيديو ده مع أصحابكم المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية في البيت. And don't forget to subscribe. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. Goodbye!